هذا اليوم هو يوم عيسى عليه السلام، فيما يقال من أنه يوم مولده، ونحن كمسلمين لا نفرق بين أحد من رسله، فكل رسول أرسله الله في أي زمان وفي أي مكان فإننا نؤمن به ونستلهمه في كل ما وصل إلينا من رسالته، ونقتدي به في كل ما نتعرفه من سيرته، لأن الله اصطفى رسله من الناس لأنهم يمثلون الصفوة من الناس، الصفوة في الفكر، ففكرهم فكر الصفاء، والصفوة في الروح، فأرواحهم صافية تنفتح على الله من موقع الصفاء، وتنفتح على الناس بروحية الصفاء.